على هذا النحو وجد العم عبد الله الثمانيني العمر نفسه مكبلا بقيود الإعاقة الحركية التي رافقت لحظة ولادته قبل 80 عاما، وعلى هذه الهيئة صارت دروب حياته جزءا من ذاكرة وجع يسير بلا قدمين. عندما تصبح الإعاقة سجنا مؤبدا تكون الغربة هي الوطن الذي لا حدود لأوجاعه ومعاناته. هنا في أعماق ريمة استقرت الإعاقة على اختلاف أنواعها بأكثر من 11,000 حالة إعاقة. الفقر أقل معاناتكم، فكانت صور المرض هذه نصيبهم من عناوين الحياة. احنا الناس تعبانين ما بنمسك ولا شيء، وحالتنا حالة ولد معوض تعب. لم تعفهم المعيشة إذن من تخيل لون الخبز، ولم تمنحهم الأمان والتوقف عند حدود صوت الأمعاء. ففي معتقل الإعاقة وجد هؤلاء أنفسهم بين قضبان الإصابة بالضمور والإعاقة الذهنية والحركية، بعيدا عن عيون الجهات وجمعيات الخير ومنظمات العون التي ترفع شعارات من أجل الإنسان. بيد أن التجاهل الرسمي والمجتمعي هو الأكثر حضورا هنا، كما لو أن هؤلاء لا ينتمون العناوين الإنسانية. والله معيشة، والله مدهورة المعيشة، أعلم بالله رحم الرحيم سبحانه وتعالى. تتسع حاجتكم للرعاية والعناية، وكلما اشتدت أوجاعكم غابت القلوب الرحيمة. معاقون في بلد معاق يرفضون أنفاسهم المتعبة تحت عذابات واقع مريض يصارعون فيه صور المعاناة على شكل إعاقة. بين إعاقتين يعيش معاقو محافظة ريمة إعاقتهم الذهنية والجسدية والتجاهل الرسمي والمجتمعي الذي يمثل إعاقة مضاعفة في تلمس حاجاتهم إلى الرعاية والعناية. علي الجلادي، قناة بلقيس، ريمة.